يعني. من مات فقد مات، من استشهد فقد استشهد، ولا حتى من دون دي. الكلام ده مرفوض، والناس دي ما حتبغى تصبر الكلام ده بالخلل الحاصل ده. هيبقى اختصار للكلام ده نفس الاتفاقية اللي كان الناس أملت بيها، ولما كنا بنقول ما في سلام ما في دولة، نفس الاتفاقية دي بمساراتها وبحاجاتها وبالتفاصيل وبالحاجات الحاصلة دي كويس، وبالعنصرية وبقلة الأدب، وبين الطرف الثاني القحات يسخنوا بيجاي، ده يسخن بيجاي، ما عارف فلان يعمل بيجاي، ونتساكل ردة الفعل، والفعل بالفعل وردة الفعل هتكون في حق. الله يعينكم، ربنا يحفظكم يا غالي. انت تسألني انا رأيي شنو في الجنجويد؟ اسألكم رضا الماس يا كاكا. انت تسألني عديل، قول لي رأيك شنو في قوات الدعم السريع؟ انا رأيي في قوات الدعم السريع بيجي بقارنة طوالي مع الجيش. جبال قلت لهم ده جيش، ده دعم سريع، ده مؤسسة كويس ليدز ولا قادوها قادات سياسيين يمثلوا منظومة كاملة، عملوا فيها اختلال كامل بمستوى القادات، لكن كمؤسسة تبقى مؤسسة شرعية للبلاد. أجرمت؟ أيوة أجرم، محتاجة المعالجة، محتاجة المعالجة من الجذور، وده أصلا المفروض يحصل بناء على الاتفاقية، سواء كان اتفقنا ولا اختلفنا. من هنا تثبت المعلومه دي انه المواطن ما عنده المشكله بالكلام ده كويس. تيجي تقارن بيه جاي، ده ما شرعي، تيجي تقارن بيه جاي، دي قوات بتاع الدعم السريع صنعها، اللي هو كان خرب مستوى الجيش ذاته قام صنع ديل. طيب تعال نجي في الثوره هنا، ده في الثوره هنا كويس. انا كان البشير ده عارف انه كان خاطر ريزيرف انه قوات الدعم السريع انه تيجي تقتل الناس عشان هو يكون قاعد في الحكم. سبحان الله، الناس بيقولوا لنا انا زعمار الجزم ديل يقولوا الكلام ده، هو ده زول كان جايبينه عشان يقتل الناس، خلص هناك ودار انه يقتل هنا. قام هو فكر كده، قال يا اخوريك حاجه، انا ما اقتل الناس لغرض ما قتل الناس. جاي يوم 8 رمضان نفس الزول قتل الناس. قبل ما يقتل الناس ده بتاع الدعم السريع ده، كان في قوات مسلحه شرعيه دي بتتمثل في شرفاء الرضع العسكريه، صح الصح، حموا الناس في 8 رمضان، حموا الناس في بدايه الاعتصام، لما كان جهاز الامن بيجي بيقتل الناس كان بيحموا الناس، الجيش ده بضباطه بعساكره، واستشهدوا منهم ناس. في نظيفين كان في الحته دي، كان في ناس بتشيل عساكر وضباط في راسها، بتقول لهم يا اخي كل يعني بتقول انه يا اخي الجيش السودان، الجيش ما جيش كيزان. منو هنا هنا دي الدعم السريع دي، منو شاف ليه زول حمله مواطن؟ الدعم السريع ده كان بيدق ابهاتنا الكبار بالصوت، بيجلدهم كده، يخليه يتراقص كده من الصوت كويس، بيرفع الله يكرمكم الداخلي بتاع البنات بتصور بيه، كان لابس هنا باتش بتاع دعم سريع، بيتباع عليه ما بيتباع عليك، دي ما شغلت بيك، لبس كاكيك انت قاعد وين، عرفتها؟ الجيش اللي كان فيه كان في يتفرج، شالوا سلاحه ما شالوا سلاحه كان بيتفرج، لكن برضه كان عنده حسنه هنا، عنده بذره هنا، كان في ناس لابسين شعار فيه علم السودان هنا انه قوات الشعب المسلحه حمت ناس وقدمت منها شهداء، منو هنا قدم شهيد؟ كان بيدافع عن النازل، فض الاعتصام ما كان يتوقع اشتباك زي ما كان بيحصل اشتباك بين هيئات العمليات وبين القوات المسلحه، ليه ما حصل اشتباك في 8 في 8 رمضان وما حصل اشتباك في فض الاعتصام؟ يا الماس عرفت الفرق بين ده وده؟ ده عنده محاسن، ما عنده شرفاء وقاعدين، منو هنا حمل يزول؟ هنا منو حمل يزول هنا؟ اديني منو حمل يزول هنا؟ منو نسوان رفع يزول في شالوا كده من دعم سريع كان بيحمل يزول؟ منو كان في السلاح الطبي لما البيت بيقالعوا فيها؟ مايتين رجالتكم ذاته، لما البيت بيقالعوا فيها عسكري بتاع الجيش كان بيمرق البيت وداري شاكل بتاع الدعم السريع، منو كان بيعمل الكلام ده؟ الجيش اللي كان بيقالع في البيت؟ ولا ياتو؟ نفس الجيش ده ما نسينا انه كان عنده جرائم هناك، لكن نفس الزول ده جرم جرم، ده مجرم وده مجرم زي ما قلنا، لكن ده فيه شرفاء، ده ما لازم فيه شرفاء، والله ما شفتهم انا، ما شفتهم. فعشان ما يختلط الحابل بالنابل، ده من الطبيعي يجي يركب يبقى هنا، يبقى جيش قومي موحد. الكلام ده ليه صعب كده؟ ليه دار تخلي الزول واخوه ليد انه قوات زي دي يعني؟
عشان في النهايه ما هو حتحصل حرب، ممكن تهزمه عادي بالمناسبه دي يعني. لكن ليه نصل المرحله دي عشان يموتوا الاف؟ المانع شنو يعني؟ ما كده عقليه مختله في الكلام ده، ما في دوله بتقوم كده وكده، ما فيها الكلام ده. ما هو لو في دوله زي دي انت كلمني، اذا في جيش داخل الجيش كلمني، انا ما عارف احتمال في، ما في في الدول في العالم ده كله ما في الكلام ده. وده السبب الوحيد اللي ممكن يخلي البلد دي تجود بالمناسبه. مررتها كقائد كفاح مسلح، الشارع ما حيمر لك الكلام ده. الان انت بتواجه مشاكل في انه عشان تضم قواتك وخليها بالفعل رد الفعل، وانت اللي بتبدا الفعل يا الماس بكلامك المستفز ده، وبترجع ردة الفعل سواء كان ردة فعل عنصريه بينك كراهيه بيكون من كلامك ده. انت اللي بتبدا الشيء بالمناسبه دي. ولو انا غلطان زول غلطني، في زول بيطلع بيقول كلامك ده؟ طيب طلعت وقلت كلامكم ده تاني، رجاء ما تصوروا يا، ما تصوروا كلامك ده يطلع للشارع العام يا، ما تطلعوا للشارع يا. في ناس بتئن لحد الليله، في ناس الليله مضروبه للان، في ناس مقطع رجلينا ومقطع عيونه مضروبه وبتاع، عشان طلعت عشان التغيير ده، عشان زول دارفور طلعت، في ناس جات من دارفور في الخرطوم دي اتصابت جوه الخرطوم، عشان اهله هناك ينعموا بسلام ويعيشوا مبسوطين، اذا اصلا بقت اكسكلوسيف على مناطق. نفس جه في الخرطوم يتصاب جوه الخرطوم هنا ده. لا 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 بيعرج بسبب الناس كلهم كده. خذوا له دار حقه بس. فانت ما تطلع تستفزوا بكلامكم الفارغ ده. وتطلع وتكاشفوا الناس انه الموقف العمليه الحاليه بتاعت دمج القوات منه؟ ونقول ليه؟ بالنسبه للمسارات الثانيه بعيد الكلام، مسارات ثانيه الناس ما تصدر الهوان بس، الاتفاقيه زي ما قال الزول اللي قال هي مرنة صح؟ مع انه اصلا لو جينا بسبب القحاته ده ما شغله اصلا، ده ما شغل حميدتي. ده شغل رئيس الوزراء في الوثيقة الدستورية البند الثاني، شغل السيد عبد الله حمدوك انه ليد كويس العملية السلمية، ما حصل بقى قايدة ده. اوكي الان الموقف شنو؟ اطلع يا التعايش الكتة المفاوضين، اطلع برضو اذا الماس خجلان ما قادر يتكلم، اطلع انت وبلوم في حكومة وهو حكومة، اطلع انت ورينا الان ما ليه تأخر 4 شهور كويس، مفروض بعد اول 45 يوم ولا 45 اثناء بعد التوقيع ب 45 يوم او انكلودد ال 45 يوم يكون بدا دمج بتاع القوات. الموقف منو الحاجه دي؟ طيب الحاجه دي واقفه، ما تنخس الناس بس يا الماس ويا غيره كله، ما تنخس الناس، خليك كده بس اقعد وامشي. حميدتي عندك كلام في قلبك؟ كلكم عندك كلام لقلبك لحميدتي؟ في حب زايد كده؟ مش للبيت كلموا الكلام ده. الرسالة الأخيرة، الحاجات الثانية اللي حاصلة دي ما مفتي، لكن والله ما مرجلة مهما بيت لابسة شنو كده، ما يعني المرجلة تشيل صوت تضربها، ما ده لا دين ولا مرجلة ولا هنا تختلف تتفق معي. أنا من منظرتي كده راجل كده أكون شايل لي صوت بيت لابسة، نفس الزول اللي بيكون شايل الصوت ده أنت عادي. أنا ما بعرف اللي في قلبك، احتمال أنت كنت عايش البيش يوما ما عايش البيش، وممكن تديها بالصوت كده تكون هاف فن، انه الموضوع بالنسبه لك ايوه فن بس. ترجع البيت ما من كلود الحاجات دي ما كلها كبت يا اخوانا، ممكن ترجع البيت تاني تشيل التليفون الو تحنك ويكون امورك طيبه يعني. فما من المرجله انه يا اخي تشيل دوله تديها كف، ما ممكن تزلها. الرسول صلى الله عليه وسلم انه يا اخي النساء ما بتزلوا يعني في معنى الحديث، انا ما مفتي لكن ما في بيت بيزلوها بصوت يعني. دار تتكلم معاها هاي جريء تتكلم معاها، خديها كلمتين قول لها الله قال والرسول قال وكده وما صح منك وانا خايف عليك كويس، انت عارف الوضع حاصل عليه 1 2 3 4 كويس، رجاء لو في طريقه ممكن تقول لك كلام شيء هاي اسمعه وامشي يا اخي، شاكله كده اقعد معاها وامشي، مع انه ذاته دي في روايات ما من حقك يعني. غلط ايوه غلط، غلطانه اي غلطانه، لكن ممكن هي نفس الزوله دي بيئتها بتاعت بيتها، ما هو الناس ما واحد الايادي دي واحد طالعه كده، ممكن قالت لها هاي مامي هاي بابي، طلعت من بيتهم لابسه كده يعني رادين، ما بديك الحق تشيل صوت تضربها. انت بتتسدى قطعه الكهرباء بتاعتك ولا انا ما عارفك بتتسدى شنو يعني. فعمليه كده من ناحيه مرجله كراجل كده ملوه هدومك ما صحيح. انت كلامي ده ربنا يعينكم يا اخوان. انا ما كنت طولت عليكم، اعتذر لكم.
الصفحة والله عليها بلاغات كثيرة، ربنا يحفظكم كلكم، السلام عليكم.